أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محو الأمية بواسطة التلفاز والإنترنت هذه الحلقة اللي غادي فيها واحد موضوع جديد وهو مهم كيهمنا جميع صغير وكبير هذا الموضوع اللي كيتعلق باستغلال الوقت والعنوان ديالو أستثمر وقتي أستثمر وقتي اذا كما كتشوفوا معنا مشاهدينا كنا كنتشاركوا في 24 ساعه هذا 24 ساعه اللي كتكون في الليل وفي النهار وكنا كنتشاركوا كذلك في سبعه ايام اللي كتكون في الاسبوع وكنا كنشاركوا كذلك في الشهر والسنه ولكن كان في حاجه واحده اشنا هي هذه الحاجه مننا اللي كيستغل الوقت ديالو فيما يفيد كيستغل الوقت ديالو بالانضباط وكيعرف اش كيدير كي ومنا لكي يضيع وقته في العمال ما في حتى والوقت شي حاجة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى ولهذا أقسم به الله عز وجل بمعنى حلف به حلف بالوقت في الكثير من المرة في كتاب في كتابه العزيز وذلك في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر والله سبحانه وتعالى كذلك أقسم بالوقت في ايه اخرى وفي سوره اخرى وذلك في قوله جل وعلا: "والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى"، اذا كما كتشوفوا معنا بان الله عز وجل ما كيحلف الا بالاشياء المهمه. كما كتشوفوا ان الليل والعصر والنهار كلها ازمنه وكلها اوقات اقسم الله بها لاهميتها ولعظمتها. ودابا بغيت نسولكم ونسول كذلك المستفيدات والمستفيدين اللي معنا اشنو كيعني كي لكم تدبير الوقت في حياتكم اليوميه؟ اذا تفضل الياس اشنو كيعني كي لك الوقت في حياتك اليومي؟ انا يعني هو, استغل دياله ف... م -م. هو استغل دياله اللي كيستغل الوقت ديالو ياك؟ هو اللي كيستغل الوقت ديالو فداك الشيء اللي كينفعو جيد بحالاش؟ يعني يستغل الوقت ديالو يعني ما يضيعوش جيد ممتاز صحيح كما قال الياس ان الانسان هو اللي يستغل الوقت ديالو اذا فكنا عندنا هذا الطموح وكنا عندنا هذه الاميه لا المستفيدات لا المستفيدين ديالنا لا كذلك المشاهدين والمشاهدات ديالنا كنا بغينا نستغلوا الوقت ديالنا فيما يفيد وباش نزيدوا نغنيوا التعلمات ديالنا في هذا الموضوع غادي نخليكم على مع هذا التقرير اللي يظهر امامكم على الشاشه اذا تبعوا معنا الوقت عندنا مهم ومهم جدا ومطلوب منا نستغلوه حتى الآخر نهار في حياتنا واستغلال الوقت بطريقه ايجابيه مهم كذلك وهذه العمليه ما يمكنش تتحقق الا اذا توفرت العناصر الاتيه اولا معرفه الهدف كل ما عرفت هدفي في الحياه كل ما سهل عليا نستغل وقتي ونشتغل بجد واجتهاد وكل ما كان الهدف ما واضحش كل ما كانت خدمتي وجهدي ضايع ثانيا الاراده القويه ممكن نعرف الهدف ولكن ما عنديش اراده وعزيمه هناك تكون الامور صعيبه باش يمكن نواصل المشوار ونحقق اللي بغيت رغم الاكراهات ورغم المصاعب ثالثا التخطيط لابد من التخطيط لحسن تنظيم واستغلال الوقت ولابد بد من الحرص على انجاز العمل المناسب في الوقت المناسب لاحظوا معايا غتلقاو الصبح فوقته والظهر فوقته والعصر بوقته وكذلك المغرب والعشاء رمضان بوقته والحج بوقته وما يمكنش نبدلو الأوقات ديال هاد الأعمال اللي ذكرت وكل عمل عنده الوقت المناسب دياله حتى العبادات لها وقتها والرياضة والترفيه عنده وقته وأشغال البيت لها وقتها والدراسة والتحصيل ومتابعة البرنامج لها وقتها والأسفار والسياحة وزيارة الأقارب لها وقتها رابعاً الصبر والتحمل الانسان ممكن تعترضو مشاكل في تنظيم وقتو وممكن يتراجع هنا لا بد من الصبر والتشبت بالهدف وكذلك تنقول ونكرر ربما يكون تاخر في الوصول للهدف ولكن هذا راه افضل من عدم الوصول بالكل ومن العناصر اللي كتساعدنا على استثمار الوقت كذلك التحلي بالمرونه ممكن تكون طوارئ او مشاغل غير متوقعه بحال السفر الطارئ او المرض او الضيوف ويتاثر العمل هنا خاصني نكون مرن ونحاول نصدرك اللي فات ونقدم شي عمل على عمل اخر مثلا حضور الحصه بالمسجد للتعلم برنامج محو الاميه مقدم على شراء مستلزمات البيت لان الحصه الدراسيه عندها وقت محدد وهنا خصنا نميز بين والاكثر اهميه والضروري واللي ماشي ضروري تقويم العمل والمقصود هنا طبعا هو اننا نراجع الاعمال ديالنا اللي قمنا بها في علاقتها بالزمن اللي استغرقناه في انجازها باش اذا كانت النتيجه مزيانه نحافظ عليها ونزيد نطوروا الاداء إذا كانت ناقصه نصحو فين تعثرنا ونحسنوا المجهود ديالنا باش يكون كل عمل ما تياخد الا الوقت اللي كيستحقو حيت لاخذ اكثر من حقو تيكون على حساب اعمال اخرى لم تنجز وباش تكون الفكره واضحه مزيان خاصنا نعرفه مثلا انه الى سهرنا بزاف فراه هذا السهر تيكون على حساب حقنا في النوم ولا منعسناش نعسناش الوقت الكافي هذا تاثر علينا خلال اليوم الموالي بطريقه سلبيه وممكن يكون تحصل ديالنا ضعيف جدا اذا أعزائي المشاهدين هكا كيبان لنا بأن الوقت متاح للجميع وعنده واحد الأهمية كبيرة بزاف وهو متاح للجميع بشكل أم بآخر إذا لابد نضموه تكون فائدة فيه ولابد كذلك من ضوابط نتعلموها ونحاول نعلموها كذلك لوليداتنا لأن فيه خير كثير لينا ولأسرنا ولمجتمع ديالنا الضوابط كما تعلمناها وسمعناها في تقرير هي اللي غادي نجمعها لكم في هاد الجمل اللي غادي يظهروا امامكم على الشاشه اذا كما كتشوفوا معنا هاد الضوابط يبدا نجاحي بمعرفه هدفي النجاح ديالي كيبدا كي الوقت فاش غادي نرسم الهدف ديالي الا بغيت ننجح لا نرسم الهدف ديالي يكون عندي واحد الطموح بغيت نوصله ثانيا نجاحي في قوة إرادتي حقيقة تكون عندي قوة الإرادة والعزيمة والرغبة إلا بغيت ننجح فعلا كاين تحديات وكاين صعاب وكاين عقبات خصني نتجاوزها وتكون عندي إرادة وقوة ونتفائل باش نوصل للهدف ديالي ثالثا تدبير الوقت إرادة وتوكل إرادة وتوكل صحيح خص تكون عندي إرادة باش ندبر الوقت ديالي ونقسمو ونحددو كذلك ونتوكل على الله سبحانه وتعالى باش ييسر لي الأمور ديالي. الضابط الرابع أصبر لتحقيق هدفي فعلا خصني نصبر باش نحقق الهدف ديالي ونوصل للطموحات ديالي لأن الصبر هو مفتاح النجاح. خامسا أرتب أعمالي حسب اهميتها في برنامجي اليومي لابد نرتب الاعمال ديالي لابد نحدد الاولويات وما تكونش في النظام ديالي اليومي وبرنامج ديالي اليومي تكون فيه العشوائيه لابد تكون عندي اولويات ويكون برنامج ديالي برنامج محكم ثم استفيد من اخطائي فعلا اذا رسمت هدفي وعندي الطموح ديالي بطبيعه الحال ما يمكنش نوصل الهدف ديالي في خطوه ولا خطوتين لابد تكون مجموعه من المسارات ولهذا خصني نحدد بعض المحطات التقويميه اللي غادي نقوم فيها البرنامج ديالي المسيره ديالي للهدف ديالي واش انا في الطريق الصحيح ولا خارج على الهدف ديالي وغادي في طريق اخرى اذا لاحظوا معي الجمله الاولى غادي نحاول نقراها وانتم غادي تحاولوا تردوا بعد مني اذا غنقراها اولا تبعوا معايا مزيان يبدا نجاحي بمعرفه هدفي يبدا نجاحي بمعرفه هدفي اذا غادي نطلب من المستفيدات والمستفيدين ديالنا انهم يرضوا بعد مني اذا غادي نقرا المقطع الاول من هذه الجمله يبدا نجاحي تفضلوا يبدا نجاحي اعيد مره ثانيه يبدا نجاحي جيد بمعرفة هدفي بمعرفة هدفي, هدفي أعيد مرة ثانية بمعرفة هدفي جيد بارك الله عليكم إذا كما كتشوفوا معنا في الجملة الأولى شحال من مرة جاء فيها حرف الباء في هذه الجملة إذا غادي نطلب من ملكة تجاوب لينا على هذا السؤال ملكة شحال من مرة جاء حرف الباء في هذه الجملة الأولى فضلي ملكه كيبان لي حرف جوج المرات فيها جوج مرات احسنتي ملكه تبارك الله عليك إذا كما كتشوفوا معايا حرف الباء جاف كلمه يبدا وجا في كلمه كذلك بمعرفتي وحرف الباء كذلك جاف كلمه تدبير وجا في كلمه كلمه اخرى اصبر وجا في واحد الكلمه اخرى اللي هي ارتب والان غادي نسول عبد الله عبد الله واش كاينين شي كلمات اخرين فيهم حرف الباء تفضل عبد الله مازال جوج كلمات في اللي فيها حرف الباء احسنت عبد الله كاينين جوج كلمات فيهم حرف الباء وهما اللي كاينين الان في هذه الجمله الرابعه حسب ثم برنا ثم برنامجي اذا كما كتلاحظوا معايا ان حرف الباء هو من حروف اللي سبق ودرسناها في الحلقات السابقه وحنا في هذا النشاط كنبغيو نثبتوا تعلمات ديالنا والمكتسبات ديالنا دابا غادي ننتقلوا للجمله الثانيه غادي نقراها وبطبيعه الحال ما غادي تحاولوا تردوا بعد مني نجاحي في قوه ارادتي اعيد نجاحي في قوه ارادتي واخا اعيد مره ثانيه نجاحي في قوة إرادتي جيد نجاحي في قوة إرادتي ننتقل الآن الجملة الثالثة تدبير الوقت تدبير الوقت أعيد تدبير الوقت أعيد مرة ثانية تدبير الوقت جيد وكنتمنى كذلك من المشاهدات والمشاهدين ديالنا اللي كيتبعونا انهم يرددوا معنا في البيوت ديالهم. هذه العمليات كلها باش نرسخوا هذه الحروف ونثبتوها ونعرفوا كيفاش كتكتب في بدايه الكلمه ووسط الكلمه واخر الكلمه. نشوفوا المقطع الثاني. إرادة وتوكل، أعيدوا. إرادة وتوكل. جيد. انتقلوا الجملة الموالية أصبر لتحقيق هدفي أعيد أصبر لتحقيق هدفي جيد أعيد مرة ثانية أصبر لتحقيق هدفي ممتاز مشاهدينا إلى ما صبرناش ما يمكنش نحقق الهدف ديالنا إذا ما كانش عندنا الإصرار والعزيمة ما يكونش الهدف ديالنا إذا الآن انتقلوا الجملة الموالية: أرتب أعمالي، أعيد أرتب أعمالي حسب أهميتها، تفضلوا حسب أهميتها في برنامجي اليومي، أعيد في برنامجي اليومي ممتاز، إذا أعيد مرة أخرى في برنامجي اليومي جيد الان غادي ننتقلوا الجملة الاخيره استفيد من اخطائي استفيد من اخطائي اعيد أستفيد, استفيد من اخطائي جيد بارك الله عليكم كنتمنى من المستفيدات والمستفيدين ديالنا وكذلك المشاهدات والمشاهدين ديالنا تاخذوا هذه الضوابط بعين الاعتبار الان غادي لنا واحد النشاط اللي غادي يظهر امامنا على الشاشه كاين جوج كلمات كاين الكلمه الاولى برنامج وكاين الكلمه الثانيه تدبير اذا غادي نقرا الكلمه الاولى وغادي تحاولوا تردوا بعد مني برنامج اعيد برنامج اعيد مره ثانيه برنامج جيد الكلمه الثانيه تدبير أعيد تدبير أعيد مره اخرى تدبير وكنتمنى من المشاهدات والمشاهدين ديالنا في بيوتهم كذلك ارضوا معنا حنا كنركزوا باش نثبتوا التعلمات ديالنا اللي سبق وتعلمناها في الحلقات السابقه اذا غادي نطلب من, المشا... من المستفيدين ديالنا ياخذوا الالواح ديالهم يكتبوا لنا الكلمه الاولى اللي هي برنامج كتبوها على الالواح ردوا البال كيفاش كتكتب كيفاش كيتكتب حرف الباء وبقيه الحروف ان شاء الله ان شاء الله اللي تعلموها ركزوا لي على حرف عفوا على الكلمه الاولى وكذلك نطلب من المشاهدات والمشاهدين ديالنا في البيوت ديالهم كذلك يحاولوا يتدربوا على كتابه هاد جوج كلمات إذا بشوية عليكم ب ر نا برنامج إلى إيه كملتوا رفعوا الألواح ديالكم برنامج جيد أحسنتم جيد تبارك الله عليكم ها أنتم وليتوا كتكتبوا مزيان تبارك الله عليكم جيد إذا هذه هي الكلمة الأولى إذا غادي تمسحوا الألواح ديالكم وغادي تنتقلوا تكتبوا لنا الكلمة الثانية اللي هي تدبير وكذلك كنطلب من المشاهدات والمشاهدين ديالنا يتدربوا معنا على كتابة هذه الحروف وهذه الكلمات. إذا تدبير شوي عليكم حرف بحرف ونحاولوا نشوفوا الشكل ديال الحرف ونكتبوه كما هو. تدبير إن شاء الله الحروف الأخرى غادي نتعلموها في الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى. إذا اللي كمل فيكم المستفيدين ديالنا والمستفيدات ارفع اللوحة ديالو جيد أحسنتي سلمى أحسنت عبد الله جيد آه إلياس شوية الكتابة صخرتها شي شوية إلياس ماشي مشكل تدرب عليها كاين ملكة نسيتي نسيتي واحد الفتحة واحد الحركة لا موجودة خصك غير تبينيها بالقلم أها صاوبي اللوحة ديالك سلمى تكون واضحة على الشاشة أحسنتي تبارك الله عليكم جيد إذا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين كيف ما شفتوا معنا في هذه الحلقة شفنا مجموعة من التعلمات وشفنا مجموعة من الأمور متعلقة بالوقت وتبتنا مجموعة من المكتسبات السابقة وما فيها باس نتذكروكم مجموعة من المستفادات مجموعة من الأمور المتعلقة بقضية تدبير الوقت إذا تبعوا معايا على الشاشة لاستثمار الوقت بطريقة جيدة اعتمد القواعد الاتية لاستثمار الوقت بطريقة جيدة اعتمد القواعد الاتية إذا باش الوقت ديالنا بشكل جيد خصنا نتبعوا هاد القواعد القاعدة الأولى هي كما غتشوفوا معنا على الشاشة ديالنا هي تحديد الهدف أحدد هدفي من العمل الذي اقوم به. اي عمل بغيت نقوم به خصني نحدد الهدف ديالي منه. مثلا كل واحد منا خص يحدد الهدف ديالو في الحياه. كل واحد منا خص يحدد الهدف ديالو في كل فتره زمنيه معينه بمعنى اخر خص يحدد الهدف اللي كيناسبو ثانيا هذا الهدف خص ما يكونش فوق الطاقه ديالو. نعطيكم بعض الامثله مثلا التمكن من الق... من قراءه شي كتاب مثلا بغيتي تقرا شي كتاب مثلا وهذا الكتاب غادي تقراه مثلا في ظرف 15 يوم 15 يوما هذا هدف معقول ثم معرفه العمليات الحسابيه مثلا عمليات الحسابيه بغيت نعرفها هذا واحد الهدف من الاهداف ديالي وحددت لي واحد المده مثلا اسبوعين الى اربعه اسابيع هذا ايضا هدف معقول ويمكن لي ايضا قراءه الوثائق الاداريه او قراءه ارقام الحافلات هذا ايضا من الاهداف المعقوله وكذلك تحقيق الاستقلاليه الذاتيه بانشاء مشروع مدير للدخل هذا ايضا ولو كان بسيط ولو يكون بسيط هذا ايضا واحد الهدف معقول بمعنى ما نديرش هدف هو صعيب عليا وخارج طاقة ديالي ثانيا اعمل بحب وحماس إذا ما عنديش الرغبه وما عنديش المحبه لهذاك الهدف ديالي ولا العمل ديالي راه ما يمكنش نحقق هذاك الهدف اللي انا كنطمح له وانا بغيت نوصل ليه اذا حيت قداش ما كنتي كتحب العمل ديالك فانك كتبدع فيه وكتنجح ثالثا اتجنب تضييع الوقت حقيقه من الاشياء اللي كتضيع الوقت الانشغال بالاشياء تافهه والاعمال غير الضروريه مثلا في وقت الدراسه ولا في وقت العمل كتلقى الانسان كيشتغل كي بالامور تافهه وغير ضروريه او تاجيل عمل اليوم الى الغد هذا من بين الامور اللي كدير في الانسان واحد النوع ديال الاحباط الى كثرات عليه الاعمال وما عرف ما يقدم ولا ما يؤخر ولهذا كيقولوا كي الناس زمان لا تؤجل عمل اليوم الى الغد ما تخليش العمل ديال اليوم تخليه حتى الغد لانك ما كتخلي الاعمال ديالك كتراكم عليك وبالتالي ما كتعرفش غدير وباش غادي تبدا اذا غادي ننتقلوا للقاعده الرابعه اضع برنامجا يوميا او اسبوعيا او شهريا يراعي ظروفي وامكانياتي خص يكون عندي واحد البرنامج وهذه القاعده ضروري نعلموها لذاتنا لان هي سبب من أسباب النجاح وضع برنامج يومي أو أسبوعي أو شهري هذه القاعدة جميلة بزاف خاصة نعودوها نتعود عليها ونعود عليها وليداتنا حيث إذا بغينا ننجح أو إذا بغينا ننجحوا مثلا فعلا خاصنا نخططوا راه كاينه واحد المسألة راه اللي ما كيخططش وما كيحطش برنامج راه كيخطط ولكن كيخطط للفشل ديالو خص الإنسان يتحكم في الوقت ديالو ماشي الوقت هو اللي يتحكم فيه وطبعا هذا البرنامج كياخذ بعين الاعتبار وش انا مريض وش انا صحيح وش انا بوحدي ام معايا الوليدات ومعايا الوالدين خاص الوقت فاش نكون نوضع هذا البرنامج خاص نتعامل معاه بمرونه حيت حتى واحد ما عرفش اشنو غادي يوقع غدا وغادي نشوفوا القاعده الخامسه اميز بين العمل المستعجل والعمل غير المستعجل اذا كما كتشوفوا خصني نميز بين عمل مستعجل اللي هو ضروري والعمل اللي يمكن نؤخره بمعنى قابل للتاجيل نعطيكم مثال مثلا عندي ولدي مريض وعندي ايضا محتاج للتقضيه في الدار في نظركم اشنو غادي نسبق طبعا غادي نسبق ولدي اللي مريض وغادي نديه للمستشفى لان هو الاولويه عاد نمشي للسوق ونشري اللي بغيت بمعنى عاد نمشي ناخذ التقديه اذا فكما كنشوفوا لا من الاولويات ديالنا نوضعوها في البرنامج ديالنا ولهذا كنقولوا السلامه ديال الوليدات هي الاولى وهي كتدخل من بين الاولويات اذا كما كتشوفوا كنقدم اشياء ضروريه على الاشياء اللي يمكننا لنا ناخروها اذا اعزائي المشاهدين المستفيدين ديالنا والمستفيدات ديالنا غادي نلخصوا هذا الشيء كامل اللي شفناه في هذه الحلقه في هذه الجمل اللي غادي يظهروا امامكم على الشاشه اذا غادي نقرا لكم هذه الخلاصه احدد هدفي من العمل الذي اقوم به الجمله الثانيه اعمل بحب وحماس اضع برنامجا يوميا او اسبوعيا او شهريا يناسبني الجمله الرابعه والاخيره اميز بين العمل المستعجل والعمل غير المستعجل. اذا كما كتشوفوا ان الى خدينا بهذه الضوابط اللي شفناها في هذه الحلقه وخدينا كذلك بهذه القواعد ديال تدبير الوقت راه غادي في حياتنا. ما تنساوش مشاهدينا بان اللحظه واحده لحظه واحده الى فتح حياتك راه ما عمرها والنهار الى في حياتك ما عمرو ابدا. نحاولوا نستغلوا الوقت ديالنا لان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك الى هنا مشاهدينا وصلت الحلقه ديالنا نهايتها ولكن قبل ما نودعكم غادي نطلب منكم تابعوا هذه الحلقه مره اخرى على الرابط الالكتروني الرابطين الالكترونيين اللي امامكم على الشاشه مشاهدينا على امل لقاء بكم في حلقه مقبله أو استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أقرأ قراءة الجملة. آه جواب صحيح غير عاودي قرأينا الجملة قطعوا قوائم الناقة بهدف قتلها جيد إذا قطعوا قوائم الناقة بهدف قتلها قطعنا لنا الكلمة الأخيرة حفيظة عقباها نعم عقب عقب عاقبة 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 إهلاك وتد... وتدميري وتدميري القو القومي العو العوصا العوصاتي العوصاتي جيد اذا هو المعنى ديال عقباها عاقبه اهلاك وتدمير القوم العوصاتي